مناجم بروتوكول لا يعني الساكنة لأنها يعني لم يتم بتراضي معها، وبالتالي فالساكنة كما يعني شاهدتم اليوم رفضت هذا البروتوكول جملة وتفصيلا. مثلا تنين واس هوشيا هاد نسولي اعتسام السودا نسولي نسغيو ادنا ريز ان شاء الله او نرفض دي غيطان الحلول الترقي عنا نايد لان تغيني قيت اتو ثيس اختير عنا تي ميدر اتنسول ان شاء الله ان السريم ان شاء الله ين الحوار ين جد ين ملتزم تطريقة تصنيس نسغيو ان شاء الله نسول السديس نسول السديس السلمية حتى نايل الحقوق المشروعة والقانونية. هذه التظاهرة قلت تأتي كإجابة لذلك الاتفاق المفبرك لأننا نرفضه كساكنة جماعة إميض جملة وتفصيلا، لأنه لا يستجيب لتطلعات الساكنة وفي والحاجيات التي عبرت عنها الساكنة في الملف المطلبي المرفوع إلى الجهات المسؤولة، وأقصد وأعني بالضبط شركة معادن إميض لأنها الطرف الأول الملحق بالأضرار لجماعة القروية إميضر. إميضر أن مسيرة الصمود تسلمية أردنا ريزر فانا ومصف وين 96 وين دي نظام المير نمون دبري نمن واخا نكون عاد نعتصم عن كل شيء 86 في القضية تخني ميضر وسينا غصاب نيق 96 في القضية تخني ميضر أو جان الحقوق ورخشين أي عنصر له النضال يصمدنا ونكون قوحش 8/2011 نسول نستمر إلي اعتصمنا أردخ شيء نزل إن شاء الله انتقل طريق الفتنة هاتين الفتنة فاتتهم صابوا دين فون يريسنا غايتي ميضر يريسن
تغمس نافوس يغصفي في الصحة يستعمل تيت يسولق الاتفاقية يسولق في الخدم يسولق في الانبوش أتسول مقلوني ما تسول مجيمة دارت مشتايم يسبينو دبداس تخبرنا وتوسفي مخصوة أنا غدا وجهة تخاتين كوبا مقع ودي ورغوني اللي مومي تمالات مازال الحمد لله تبدان تبدان وريلي سيرنا يدارن صلان بارت حرينا تدوني مهنا نكون عاتو درون حاضر ديننا ونسنسني والو ودرون زنيا ودي اتفاقية ويد غين دايت سنيا اتفاقيات غير ويد داني قيمان برا ارضي سنتقضون ارت السيناد ارت السيناد نبن عايش نيم دنار تدون هذا هو اسود الفنس بريد ستوتعين تحية لي داليا الى المناضلين غادي دان ستوتغراد اسد غادي ستوتغراد ماش دير كديت غورنا استدغور مسيره الصمود افاد ان اسميني تن يتمني شو اغي جهال اشتيني نش ارى الراس افاد اسميني من صمتم اد نايت زيت اسو رخني لي رخني لي مم ما يترقون التسقر تدفوني لن يتوقين ان يفاقون التا الحيل مردشتيني ارزر نختي جزما شما الحقوق شما ملف المطلبين ايضو حقاق زيشتي زويرين ترتييرين